وايد مفيد، ما استغنى عنه. رفيجتي روتني فور سيل واكتشفت وايد اشياء ممكن تنباع او تنشر. من فترة قريبة بديت اساعد اهلي في شغلهم في بيع المفروشات، وما صدقت شلون مفروشاتنا انباعت بسرعة على فور سيل. ابوي وايد استانس من مبيعاتنا اللي حققناها بفترة قصيرة. بسبب نجاحنا قررنا نفتح بزنس جديد ونعرض كل منتجاتنا على فور سيل. عجيب، فور سيل ينمي مشروعك.